كريفيكور في الرسالة الثالثة اللي سماها What is an American؟ تكلم لنا على الفرق ما بين المبادئ الأوروبية والأمريكية، وضح لنا كيفاش الإنسان الأوروبي الفقير فاش كيوصل لأمريكا. كلاحظ أن المجتمع لا يتكون من أمراء يمتلكون كل شيء، وقطيع من الناس لا يمتلكون أي شيء. ما كانش عائلات أرستقراطية ولا أساقفة في الكنيسة عندهم سيادة على المجتمع، بمعنى ما كانش واحد تباعد بين الطبقات الاجتماعية كما هو الحال في أوروبا. وهنا كريفيكور طرح واحد السؤال، ما هو الأمريكي؟ كريفيكور وصف لنا الأمريكي بالرجل الجديد من أصل أوروبي أو من سليل أوروبي، وهذا اللي كيخلي الأمريكي في وجهة نظر كريفيكور رجل جديد، حيث هو مزيج من أصول مختلفة، الشيء اللي ما غتلقاهش في شي مكان آخر. علاش قلنا ما غنلقاوهش في مكان آخر؟ خاصنا نحطوا هاد الرسالة اللي صيفطها كريفيكور في الإطار الزمني ديالها اللي هو ما بين 1770 و 1775، يعني الوقت اللي كان كيرسل فيه كريفيكور الرسائل ديالو لواحد المطبعة في الإنجليز، يعني الدول متعددة الثقافات ما كانوش كتار ولا ما كانوش أصلا. كريفيكور قال أن العائلة الأمريكية يقدر يكون فيها الجد إنجليزي والزوجة هولندية، الابن ديالو يقدر يتزوج فرنسية مثلا. وزاد بين لنا في هاد الرسالة على أن الأمريكي كيخلي تحيزات والأخلاق القديمة اللي تعلمها في الدولة الأصلية ديالو، وكيتبنى أخلاق وطرق جديدة للحياة اعتمادا على المبادئ الأمريكية. الكاتب قال بلي أن الأمريكيون كانوا مشتين في جميع أنحاء أوروبا، ولكن في هاد المكان اللي هو أمريكا وكل شيء داب وشكلوا لنا الثقافة الأمريكية، والتي تعتبر أفضل أنظمة السكان التي ظهرت على الإطلاق. وبالتالي على الأمريكي أن يحب هذا المكان أكثر من المكان الذي ولد به. ومن المبادئ ديال الثقافة الأمريكية هي المساواة، الفرضية، وعدم الاتكال على الآخرين، العمل المكثف يؤدي إلى تحقيق الأحلام. وإلى بغينا نستخرجوا المفاهيم اللي قرينا احنا في الكالتشر وكاينين في هذه الرسالة هذه، غادي نلقاو باللي عندنا مولتي كالتشراليزم، بحكم أن أمريكا تشكلت انطلاقا من توافد مجموعة ديال المهاجرين من مختلف دول العالم، وشكلوا لنا واحد الدولة اللي هي متعددة الثقافات. عندنا الملتن بوت اللي كتعني أن الوافدين على أمريكا كيتخلاو على الثقافة اللي اكتسبوها في البلدان الأصلية ديالهم، وكيكتسبوا ثقافة جديدة واللي هي الثقافة الأمريكية. عندنا السوشيال كلاس، يعني الصراع الطبقي بين الملاك والفلاحين في ظل النظام الإقطاعي في أوروبا. عندنا مفهوم الايدنتيتي اللي هي الهوية الأمريكية اللي تشكلت انطلاقا من مجموعة ديال العناصر، من بينها الثقافة، اللغة، والمبادئ والقيم اللي دوينا عليها، وهي التحرر من الأفكار القديمة واكتساب أخرى جديدة. عندنا الجغرافيا، يعني المكان المشترك اللي هو أمريكا، والسياسية هي المساواة وتكافؤ الفرص بين الأفراد، رفض القهر والكاست سيستم ولا النظام الطبقي. واللي عنده شي أفكار جديدة ولا لقى شي مفهوم حنا ما دويناش عليه، حاول يخليه في لي كومونتار. والسلام عليكم ورحمة الله.